هنعمل دلوقتي سلطة بطاطس بالمايونيز. سهله 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 ولذيذه جدا، يعني سهله ولذيذه الاثنين. بص معايا بطاطس مسلوقه متقطعه مكعبات. اسلقي البطاطس على بعضها، وبعد ما تتسلق ابقي قطعيها مكعبات، ده بيبقى اسهل، تبقي رايقه كده. ايه، تقطعي البطاطس بشكل كده منمق مكعبات، اصغر من كده او اكبر من كده شويه براحتك، بس هي وهي صغيره بتبقى احلى. معايا بسله، بسله اللي هي الفروزن المجمده، بتبقى كده كده تقريبا واخده لها يعني نص تسويه او حاجه، بتنزل بس في ميه سخنه دقيقتين وخلاص. لو عندك البسله الفريش يبقى هنحتاج ايه، نغطسها في ميه سخنه بتغلي 4 دقائق ونشيلها على طول، نحطها في ميه ساقعه عشان تفضل لونها اخضر كده وحلو. معايا جزر متقطع مكعبات، كل ما يبقى صغير شويه كل ما يبقى احلى. والجزر هنا بصوا المكعب بتاعه ظريف جدا. عايزينه مسلوق اوكي، بس هو دوت مش مسلوق. لو عايزينه مسلوق ممكن الجزرايه برضو تسلقيها مع البطاطس وتقطعيها مكعبات. معايا بقى معلقتين من الخل، عصير ليمونه كبيره، يعني معلقه كبيره من عصير الليمون، عسل ابيض تقريبا معلقه كبيره من العسل الابيض، معايا مايونيز ربع كوبايه من المايونيز، وملح وفلفل اسود. الفكره كلها انا ليه قلت ربع كوبايه، لان انا حاطه قصاد الربع كوبايه دي تقريبا كوبايه من البطاطس، نص كوبايه من الجزر المتقطع مكعبات، وكوبايه من البسله. بناء على المقادير دي انا هاخد نص كوبايه من المايونيز، سواء اذا كان مايونيز عادي او مايونيز لايت براحتكم. عايزين تعملوا الكلام ده كله وتحطوا المايونيز مثلا معلقتين كبار مثلا بس اوكي، عايزين تزودوا مع المايونيز زبادي عشان يبقى خفيف شويه برضو مفيش مشكله، زي ما انتوا عايزين. بس هي دي كده اصلها من غير زبادي ولا حاجه، وانتوا حسب ذوقكم وحسب انتوا عايزين تاكلوها ازاي. بس كده هنعمل ايه بقى، هنجيب الاسباتولا وناخد المايونيز نحطه هنا في البوله كده اهو، هنحط الخل وهنحط الليمون هنحط العسل الأبيض بس كده، قلب الكلام ده كله كده مع بعضه، خل وليمون وعسل أبيض مع المايونيز. بصوا هي ما بتحطلهاش ملح وفلفل، بس انا هحط رشه ملح ورشه فلفل، انا باكلها على ذوقي كده يعني. انتوا برضو براحتكم كده اهو. وهنقوم حاطين الجزر، نقلب، هنحط البسله الفروزن او المستويه، وكمان نقلب كده، وبعدين نحط البطاطس المسلوقة المتقطعة مكعبات الحلوة دي كده. يبقوا خلوا بالكم بقى ما تسلقوش البطاطس قوي علشان ما تبقاش مهرية معاك، لان بصوا احنا بنحطها هنا في السلطة وبنقلبها، فلو هي مسلوقة زيادة عن اللزوم هتلاقوها تهرست كده وتفعصت، وبقيت المكعب البطاطس مش ماسك نفسه، مش هتلاقوه حلو. فاحنا عايزين نسلقها نص سليقه كده، ده هيبقى احلى بكتير. بس كده يا جماعه، عايزه بقى شوكه ولا معلقه وايه، بالهنا والشفا احطها في الطبق ده هنا كده. زي اللي بتاكلوها في المطاعم وفي الاوبن بوفيه، بتبقى ايه خطيره وساقعه كده جميله، وهتليق قوي مع الكريب والفاهيتا اللي احنا عملناهم في الحلقه مع بعض كده، خطيره. بس خلاص خلصناها.